السلام عليكم، مسيكم بخير. قبل شوي دق علي زميل لنا من أمريكا، من أصل كوري، هو مسلم، يقول عندي مطعم، والمطعم هذا مطعم ياباني، وإني غيرت اسمه وسماه على اسمي أنا، سمى المطعم اسمه سعد. الله يصلحك، اسم سعد حق مندي، حق كبسة، حق جريش، قرصان، مرقوق، ما بحق مطاعم يابانية. حصل الحاصل وسميناه على اسمك. هسمع، وذي ذكرتني بخوي لنا الله يذكره بالخير، يقول مرة من مرات كنت في الهند ونشدت عن محل عود، قلت لهم أبي لي محل عود مضبوط أقوله للسواق، قال خبر فيه محل مو بعيد، المحل هذا اسمه إن شاء الله ما شاء الله. يقول والله يوديني له، ولقى فيه اثنين رجاجيل شبه بعض، سبحان الله العظيم. يقول مهم طويلين أشكالهم، تقول اسطوانات غاز، وكل واحد له لحيتين طويل، يقول شبه بعض، سبحان الله لا إله إلا الله. يقول وشغالين ومضبطين أموره مرتبة، يقول محل كبير، يقول اثنين كأنهم توأم الأخوان ذولا. يقول قلت لهم عطوني أضبط ما عندكم، يقول عندي أم لي، يقول رعية عود ورعية كيف ومرتهم من الأولات، تعب تضبط العود، يقول كل يوم تحط لك سيرة وتبخر، تبخر البيت وتبخر غريفتها، يقول من الأولات القديمات. أخوان هذا سبحان الله العظيم، يقول أنا ارتحت لهم وحبيتهم من قلبي، يقول تحس سبحان الله العظيم الصدق في وجيههم. يقول الشاهد في الأمر، يقولهم يكسرون يحطون لي هكا الشيء الطيب اللي يدوخ، يقول وأنا أشيل وأحط وهذا، يقول أدفع، يقول أخذ منهم خيش والله ما أدري قال 10 أو 20 كيلو. فرحانين به، أبيه لميمتي، أبيها تصدق منه وتهدي منه، وهي من الناس اللي يقدرون العود ويعرفون أنواعه بدقة متناهية. وصلت الديرة وجريت الخيشة فوق، طلعتها فوق، يقول وقلت للمرأة أعطيني المبخرة وضبطي لي جمر طيب. والله يوم جابت المبخرة يقول حط كسيرة ولا كسيرتين، يقول أقوم أتبخر أبى أشوف بنقي أحسن ما فيه، يقول ما يمديني أحطها إلا أمي تطق علينا الباب، افتحوا وش فيكم، احرقتوا البيت، شبيتوا فينا، البيت لا يحترق، انتم مش عندكم. والله يوم ضاق صدري وتحطمت، تقول انا وشلون حاطم بخور، وامي تقول وش البلا اللي عندك، وش انت قاعد تشب فيه. يقول وثرهم غاشين، يقول وعود اقصر العنوه عن امي، يقول ما وريتها الخيشه، يقول لو وريت الخيشه يقول اني بيجيها جلطه. حسبي الله عليهم، ضحكوا علي بأشكالهم، وجيت من الهند أزعب لها الخيشة، وتاليتها أمي تقول أنت وراك بغيت تسب فينا. حبيت أوسع صدوركم بهالسواليف، السلام عليكم، تصبحون على خير.